بخير، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. الفيديو ديال اليوم فيديو ديال الشقة. اليوم ان شاء الله البنات غادي ننظف الثلاجة، غادي نوريكم الخلطة اللي تنظف بها الثلاجة. صراحة انا البنات كندير بزاف ديال الخلطات، ولكن الخلطة اللي ولات عندي زوينة كنديرها هي الخلطة ديال الخل الابيض، هو هذا البنات. كناخذ الفينيك وايت هو نخلطو، غادي ندير معاه البيكربونات دو سود، غادي نوريها لكم. هذه هي الخلطه البنات اللي كنضف بها الثلاجه. صراحه نتوما كتعرفوا العيد الكبير بطبيعه الحال كندبحو تنجيبو اللحم وداكشي وكنتقداو للشهر وهكا، يعني تنبغي تقداي في واحد البلاصه اللي هي نقيه، الثلاجه نقيه، يعني كتعطيك داك يعني كتخليك تحط السلعه وانت كتعرف فين كتحطها وفين كتنظمها والامور نقيه وداكشي. المهم البنات انا غادي نزيد دابا نجبد شي يقولوا لها نجبد مشات ليا البيكربونات. هذه البنات البيكربونات اللي خديت، هذا البنات اللي خديتها من لولو تقريبا دايره واحد 7 دراهم. غادي نضيفها على الخل وغادي نخليهم يتفاعلوا، وداك الساعه غادي ندوز نوريكم هكا التنظيف اللي غادي ندير ان شاء الله. البنات الثلاجه راه خاويه، فوالا غادي ناخذ الخليط ديال البيكربونات السود والخل وغادي نبدا نرش به الثلاجه كامله. كنخليه في هذا البرودوي كنخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق بحال هكا، وتنبدا ننظف. هانتوما البنات اي طبعه كيف ما بغات تكون، واخا انا مطباش عندي بزاف يعني غير شويه. هذاك البيكربونات وسميتو تيخليوها تبان يعني داري كتسهل تحيد لك الطبايع. البنات سمحوا لي راه كنصور بايد لانه الكاميرا ما نقدرش نهزها لانها ما نقدرش نقادها في شي بوزيسيون ولا هكا اللي نبقى مضاربه معاها. هانتوما البنات راه دغيا الا كانت الثلاجه بحال هكا يعني ما عندكش فيها الطباعي بزاف غير شويه راه دغيا. بالنسبه لي انا كانوا غير شي 3 طباعي وصافي، هما اللي كانوا زعما دايرين. كتعطي داك لابغيونس البنات، شفتو زوينه صراحه هاد الوصفه البنات. هانتوما الثلاجه تبارك الله تتشعل، الاكسسوار ديالها مغسولين فوالا. هنا البنات خديت هادي، يعني اي حاجه ديال الفطور هكا ديال هكا بحال دابا هاد زبدة الكاكاو، هاد الشوكليت نوتيلا، فرماج، هادي هادي كيما شتو البنات، هاد الفرماج وداكشي الشوكلاط وهاد أي حاجة وهاد القشطة كلهم جمعتهم في هذا باش يبقاو مجموعين. بالنسبة لهنا هنا بطبيعة الحال كنشريو هادشي في العلب في السوبر ماركت شحال بغيتي نتي 10 المهم. انا عندي الفخوماج غوج، عندي الزيتون، هنا عندي الفيتا، هنا القهوه، يعني هاد القهوه تنظن بلي غادي نحيدها لانه صراحه ما تنشربوهاش بزاف. عندي كذلك هنايا الزيتون اسود جوج المرات باقي فيها شويه قليل، يعني هادو كلهم البنات غادي كيبقاو في هاد العلبه. كل اللي تيحيدهم منها انا صراحه ما تنحيدهمش منها، انا ما كنحتفظ بهم فيها. وثاني حاجه كيغارد لي ليسباس، يعني العلبه ما كبيراش بزاف. كما قلت لكم البنات الشيء هذوك الطاساس كيحافظوا ليا على الزيتون الفرماج وهكا، والفوق كذلك هذاك ديال الاجبان وديال داكشي ديال الفطور حطيته. هذا الشيء اللي كاين، باقي الاكسسوار ما رديتهمش حتى ينشفوا ان شاء الله ونردهم. المهم البنات فاش جمعت الروينه ما شاركتش معكم كاع داكشي ديال الثلاجات، يعني وريتكم غير الخلطه اللي تندير، يعني كل واحد تيعرف
يمسح الثلاجه وينظفها ويغسل لها لي زاكسيسوار ديالها وداك الشيء. دابا انا خارجه البنات عندي شي غراض. المهم ماسك بلي الدنيا عامره هنا شنو واقع، الناس بزاف واش الناس خارجين تبارك الله مع العيد ولا ما عرفت شنو. غادي نمشي ناخذ حلوه اللوز من مخبزه السلطان، هذه اللي حدا الدار عندي، غناخذها شويه ديال حلوه اللوز صافي. وغادي نشوف لقيت شي صالون حال وخاوي ندخل نشوف لقيت عندهم شي نقاشه زوينه هكا. صراحه مشهيه ندير الحنه، ما بقيتش رجعت للصالون اللي وريتكم اخر مره. الوقت ما مداركنيش صراحه، ما مداركنيش الوقت، الوقت تيجري، الشغالات، التقضيه هذه يعني. ان شاء الله نخلي شعري دابا، غادي نتبع لي واحد الخاتمه ان شاء الله غنشاركها معكم. ودابا اصلا كناخذ الدواء ديال فقر الدم، وتناخذ الدواء كذلك ديال فيتامين دي. ما شاء الله الدنيا شحال عامره، ما فهمتش شنو واقع هنا، واش كاين عامره الدنيا تبارك الله. قلت لكم تناخذ الدواء ديال فقر الدم والفيتامين دي، يعني قلت احسن نخلي شعري يرتاح من نزيدش عليه صبغه كيماويه وداك الشيء. سواء نديرها هنا سواء ان شاء الله تنزل المغرب، كاين واحد الصالون زوين ان شاء الله باش نزل المغرب غنديكم معايا لي صالون في درب السلطان. غزال بزاف صراحه، ما عمرني زعما كنت درت بروشينغ عندهم داك العام، وما عمرني شي بروشينغ بحال داك اللي درت في داك الصالون درب السلطان صراحه. عاتي لاش شعري بحال دايره ليه البروتين ولا كيغاتين، يعني واحد غزال غزال تيصايبوا بنيتهم، كلشي عندهم مزيان. ان شاء الله فاش ننزل المغرب لا طول الله العمر ونديكم معايا تشوفوه. المهم انا غادي نمشي ناخذ الحلوه وندوز للصالون وان شاء الله اللي كاينه نشاركها معكم. البنات كما تتشوفوها هي الحلوات اللي موجودين هنا في سلطان ديال بنياس، كاين جميع الاشكال، كاين حتى الصابلي، كاين بزاف د الحوايج. هانتوما كاين الحلويات الشرقيه، كلشي كاين صراحه. انا خديت غير حلوه اللوز نص كيلو من حلوه اللوز صافي. المهم هذا في بنياس في حدا البلديه شرق 8 يمكن، مو حدا الاول ولا معروف. هادشي اللي كاين اللي بغى ياخذ هادشي ديال الباقي. واو هادشي ديال الحنشات معمرين باللوز كلشي. سمعتيني انا راه جيت للصالون ما لقيتش عندهم الحنه صراحه، يعني غندير غير حواجب وشعر. كاين الفوق ونشوف كما البنت قالت لي راه كاين وحده كدير الحنه الفوق، نطلع لعندها. واخا كنت جايه لصالون واحد ندير فيه كلشي، ولكن ماشي مشكل. هادشي اللي كاين البنات. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمة.